السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أبنائي الأعزاء في حصة جديدة من حصص الاستماع والتحدث مجال حفلات والأعياد. في هذه الحصة سوف نكتشف موضوع حكاية جديدة وهي آخر حكاية في هذا العام الدراسي. جيد، ما هما العيدان اللذان نحتفل بهما أو ما هما العيدان اللذان يحتفلن بهما المسلمون؟ نعم، عيد الفطر فاتح شهر شوال بعد إتمام شهر من صيام في رمضان، وعيد الأضحى في العاشر من شهر ذي الحجة. ماذا تشتري الأسر في عيد الأضحى؟ نعم، تشتري خروفا، نقول أنه خروفه، نعم خروفه العيد، وهو عنوان حكايتنا في هذه الحصة، خروف العيد. إذن نلاحظ كعادتنا الصور ونعبر عما نشاهده فيها. ماذا تلاحظون في الصورة الأولى؟ نعم، أسرة مجتمعة حول خروف. كيف تبدو الأسرة؟ أحسنتم، تبدو عليها علامات الفرح. نعم، أين يوجدون؟ نعم، داخل البيت. وهنا في الصورة الثانية ماذا تلاحظون؟ نعم، أطفال فرحون ويلعبون مع الخروف بمناسبة احتفالهم وفرحتهم بقدوم العيد. أي عيد؟ قلنا عيد الأضحى. نعم، إذن لاحظوا هنا الأم تراقب فرحة أبنائها. لاحظوا معي، هل الأسرة الموجودة في الصورة الأولى هي نفسها الأسرة الموجودة في الصورة الثانية؟ لا. نعم، إذن يبدو في الصورتين معا أسرتين تبدو عليهم علامات الفرح والسعادة، فهم فرحون بخروف العيد، بخروف العيد. إذن نمر للصورة الثالثة. ماذا تلاحظون في الصورة الثالثة؟ نعم، رجل يمسك خروفا وهو يساوم البائع حول ثمن الخروف. نعم، ماذا تلاحظون في الصورة الرابعة؟ أحسنتم، الرجل نفسه الذي كان في هذه الصورة يساوم البائع، نعم، يحمل خروفا وأسرته، نعم، وأبناؤه فرحون بهذا. جيد، إذن انطلاقا من عنوان حكايتنا خروف العيد ومما رأيناه في هذه الصور، يعني انطلاقا من عنوان حكايتنا التي نحن بصددها وارتباطا بالصور، حول ماذا ستدور أحداث حكايتنا؟ نعم، كما العادة، ما هي توقعاتكم؟ نعم، ربما ستتحدث الحكاية عن فرح الأطفال بخروف العيد. نعم، ربما ستتحدث الحكاية عن شراء الأب خروف العيد. نعم، ربما تتحدث الحكاية عن توقع ثالث، عن مقارنة خروف العيد بخروف الجيران. ممتاز، إذن سأسمعكم الحكاية لنكتشف مضمونها ونعود للتحقق من مدى مطابقة توقعاتنا لمضمون الحكاية. استمعوا جيدا. خروف العيد. اقترب عيد الأضحى، فذهب حمو إلى السوق ليشتري خروفا. طاف السوق فاختار خروفا واشتراه. عاد حمو إلى منزله فرحا، استقبلته أسرته فرحة. دخل حمو إلى البيت ونسي الباب مفتوحا، بقي أبناؤه يلعبون مع الخروف. فمثلوا البائع واللص، عندما كانوا يجرون وراء اللص هرب الخروف، طاف بين المنازل ودخل منزلا قريبا في هذا المنزل تعيش أرملة مع أطفالها. فرح الأطفال بالخروف وصاحوا وهم يقفزون، خروف العيد، هذا خروفنا. قالت الأم، هذا خروفنا، من جاء به؟
خرج حمو مسرعا ليبحث عن الخروف. في طريقه سمع كلام الأم وثغاء الخروف. طرق الباب، فهمت الأم أنه صاحب الخروف، فقالت: هيا يا أبنائي، ساعدوا حمو على إخراج الخروف. صمت الأطفال وأحس حمو بحزنهم. تأثر لهذا المشهد فقال: هذا خروفكم، إنه هدية مني. في الأسبوع الموالي عاد حمو إلى السوق. عند باب السوق صادف وصول شاحنة محملة بالأكباش. اختار واحدا وسأل البائع: كم ثمن هذا الخروف؟ رد البائع مبتسما: أنت رجل طيب، خذه مجانا. وقف حمو متعجبا وظن البائع يمزح. تابع البائع كلامه: أنا لا أمزح، هذه وصية أبي، في كل سوق نهدي خروفا لأول زبون، فهذا خروفك وبدون مقابل. عاد حمو إلى منزله فرحا. لاحظوا فرح حمو. عاد حمو إلى منزله فرحا، استقبلته أسرته فرحة. تعجب الجميع للصدف العجيبة، كيف أهدى خروفا وحصل على خروف ثاني هدية. فقال ابنه علي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذن سأطرح عليكم أبنائي الأعزاء أسئلة لاختبار الفهم السماعي لموضوع حكايتنا. لماذا ذهب حمو إلى السوق؟ نعم أحسنتم، ذهب حمو إلى السوق لشراء أو ليشتري خروفا. نعم. كيف عاد حمو إلى منزله؟ كيف عاد حمو إلى منزله؟ نعم، عاد حمو إلى منزله فرحا. ومن استقبله؟ ممتاز، استقبلته أسرته فرحة كذلك. ماذا حصل عندما كان الأطفال يلعبون بالخروف أو يلعبون مع الخروف؟ نعم أحسنتم، هرب الخروف. ماذا سمع حمو عندما كان في طريقه للبحث عن الخروف؟ نعم، سمع كلام الأم وثغاء الخروف. سمع كلام الأم عندما قالت: هذا خروفنا، من جاء به؟ أحسنتم. إذن الخروف الأول أعطاه حمو هدية للأرملة، والأرملة هي المرأة التي مات زوجها. كم اشترى حمو من خروف؟ نعم، اشترى حمو خروفين. لماذا؟ أحسنتم، لأن الخروف الأول أعطاه للأرملة، وفي المرة الثانية اشترى خروفا لأسرته. هل أدى حمو مبلغا للخروف الثاني؟ نعم أحسنتم. لماذا؟ لا، لماذا؟ لأنه هدية من البائع. جيد، نعم. إذن لنتحقق من التوقعات، قلنا اشترى الأب خروف العيد. نعم هذا صحيح، الأب اشترى خروف العيد. نعم، قلنا في الاقتراح الثاني فرح الأبناء بخروف العيد. نعم، استقبلت أسرة حمو استقبلته بفرحة، إذن هنا فرح الأبناء بخروف العيد. نعم، قلنا مقارنة خروف العيد بخروف الجيران، هل هذا التوقع صحيح؟
لا، هذا التوقع ليس صحيحا، بل هرب الخروف الأول إلى بيت الأرملة، فظن أطفالها أنه خروفهم. عندما دخل حمو ليأخذ الخروف سمع كلامهم وعلم بحزنهم، فترك لهم الخروف ثم ذهب في الأسبوع الموالي لكي يشتري خروفا ثاني لأسرته. جيد، إذن أبنائي الأعزاء، سنقوم الآن باستخراج عناصر الحكاية. ما هي الشخصيات المذكورة في الحكاية؟ من اشترى الخروف؟ نعم، حمو. إذن حمو هي الشخصية الرئيسية في الحكاية. نعم، اشترى حمو خروف العيد. نعم، إذن حمو لمن اشترى خروف العيد؟ لأبنائه. إذن حمو وأبناؤه. لمن أعطى حمو الخروف الأول؟ نعم، أعطاه للأرملة. إذن الأرملة من شخصيات الحكاية. نعم، مع من تعيش الأرملة؟ لاحظوا، مع أطفالها. جيد، إذن شخصيات الأرملة وأطفالها. جيد، من أهداه الخروف الثاني؟ أحسنتم، البائع. إذن البائع كذلك من شخصيات الحكاية. إذن شخصيات الحكاية هي حمو وأبناؤه والأرملة وأطفالها ثم البائع. ممتاز. إذن متى وقعت أحداث الحكاية؟ نعم، أحسنتم، مع اقتراب عيد الأضحى وفي الأسبوع الموالي عندما ذهب ليشتري الخروف الثاني. عندما ذهب لشراء الخروف الثاني، ممتاز، أين وقعت أحداث الحكاية؟ نعم، من أين اشترى حمو الخروف؟ نعم، من سوق المواشي. إذن هذا مكان الحكاية. أين دخل الخروف؟ نعم، دخل للمنازل. ممتاز، وكذلك بيت الأرملة. إذن المنازل، بيت الأرملة، وسوق المواشي. نعم، إذن ما هي الشخصيات أو أحداث الحكاية؟ عفوا، نعم، متى ذهب حمو إلى السوق لشراء خروف العيد؟ نعم، ذهب حمو إلى السوق عندما اقترب عيد الأضحى. إذن ذهب حمو إلى السوق لشراء خروف العيد عند اقتراب عيد الأضحى. إذن هذا هو الحدث الأول بمناسبة عيد الأضحى. نعم، كيف هرب الخروف؟ ولمن أعطى حمو الخروف هدية؟ نعم، هرب إلى بيت الأرملة وأعطاه لها هدية. إذن هروب الخروف إلى بيت الأرملة وإعطاء حمو إعطاء حمو الخروف لها هدية، هذا هو الحدث الثاني. إذن كيف حصل حمو على خروفه الثاني من السوق؟ نعم، إذن حصل عليه مجانا. أحسنتم، إذن نعم، ماذا نقول؟ نعم، حصول حمو على خروف ثاني مجانا. نعم، طيب، إذن حصول حمو على خروف ثاني من السوق هذا هو الحدث الأخير. ماذا قال ابنه؟ قال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذن جزاء حمو على تعاونه مع الأرملة بخروف ثاني فضلا من الله تعالى. وبهذا أحبائي التلاميذ، هذه كانت أحداث حكايتنا خروف العيد. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.